بيجرب حظك بهالفقرة. عم تشوفوا وراي مجموعة من الكلمات عم تقطع، كل حدا بيدوره بيقول ستوب، يا بيجي عنده سر، اعتذار، عتب، ندم، شكر وقرار. اوكي؟ رح بلش من عندك. ساعة اللي بتكوني جاهزة قولي. لازم اقول ستوب؟ ايه تقولي ستوب. عتب. عمين عندك عتب؟ اعتبت وخلصت، ما بدي ارجع اعتب مرة ثانية، لأن الواحد بيعتب مرة واحدة بالحياة. عشو عتباني وعمين عتباني؟ قلتها يمكن من كم اسبوع بس خلص، خلص العتب، ما بحب ضلني اتذكر العتب، ما بعتب على شيء بحياتي ولا شيء، لأن العتب بده يتعبني، بحب انسى انسى واتناسى وسامح، لأن العتب بيولد الحقد، وأنا ما بحب كون إنسانة حقودة بالحياة، بحب كون إنسانة محبة لأنانيتي، لضلني هيك فريش وصبية ومنيحة، طبعاً لإيماني أكيد ما في شك، ما بعتب على حدا أبداً أبداً. عصام بس كون جاهز قول ستوب. ستوب. قرار. إيه شانطال؟ القرار شيء اخذت قرار بحياتي او هلا؟ لا هلا شو اخذ قرار؟ هلا شو بدك؟ انا بالقرار اللي اخذته قديما وقصه عليه هو انه لما قررت فوت بدومين التمثيل. لا 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 هلا قرار. هلا قرار؟ بهاللحظه؟ طيب لا اخذ قرار هلا بهالفتره بحياتك. اوكي. او بدك تاخذ قرار؟ اخذ قرار انه ما تكون كمل بالشيء اللي انا بحبه كثير يلي هو التمثيل والغنى، وارجع ضوي كثير على شغلات انا تهملت فيها بمطرح ما، حسيت انه هيك من مطرح ضبيتها بدي ارجع هلا مثل فوت فيها اكثر، يعني خاصه ببارت الغنى اكثر، يعني انه كون عم برجع حضر شيء، ارجع فوت على معقول حضر غنيه جديده يعني؟ انا مش عارف ضروري تعرف رجعت. ما في قرار لحظة ويغني مثلا؟ بلا هلا بيغني. لمين أغنية يا عاشقة الوردي؟ الجواب على هالسؤال زكي نصيف. كم شخص جاوب؟ 8732 شخص جاوبوا على هذا السؤال. أما السؤال التالي فهو معقول هيك سؤال؟ ماما ميا. شو هو عمر شانتال صليبة؟ موافقة على السؤال؟ كبير يا شانتال، دوز ادمي تحت السن 28 دقت بال 40 او ما بتنسأل عن عمرها. مايك بس كون جاهز قول ستوب. ستوب. سر. سر يلا بوح قبل ما يسحب. شو هالشيء؟ قد ايه بتدفع؟ قد ايه بتدفع تقول لك سر؟ ما حظك بده منك سر. ما حظك. لقيته اسرار كثيرة. ما عندي اسرار، شو بده يكون سر؟ اوكي. لولو. سر فيكم بمهنتي يعني؟ فيكم بحالك. خبرنا شيء جديد مش ما حدا بيعرفه بعد. انه رح نصور فيديو كليب دغري بعد الحفلة ب 20 يوم. لغنيتي صوتي هارب مني ديو مع لبنى نعمان من تونس، وراح يكون من اخراج فرح علامه. كبير يا مايك. شكرا مايك. شانتال. ستوب. شكر. اوه صعبتها كثير علي. ليه؟ اهم شيء الاشخاص اللي بدي اشكرهم. ما بدي عموميات، بدي حدا. ايه رح نقي شخص واحد مش بمهنتي لانه حكيت كثير عن مهنتي. رح اشكر جوزي بكل صراحه. زوجك عشان اللي موجود معي اليوم، موجود معي اليوم وكل يوم ودعمني بكل شيء. بتعرف ليه عم تشكره؟ عم بيلعب كثير لانه كل يوم بوعي بقول لها شانتال اجى الاوتوكار، فدائما ببلش القلق. ما في اشكر بنتي بعدها زغطوره، بس كمان هي بتوعى معي، يعني عن جد بيوعى معي، حرام اكيد بدي اشكرها. على الساعه 4 عنده هوايه الصيد؟ عنده هوايه الصيد، مش زعلان بيوعى بتوعى على الشغبر وعلى الصيد. هيدي فكره جديده هلا بموسم الصيد رح نتبعها. هو صار عم بفكر فيها، قال لك خليني اعمل هوايه الصيد هيك عم بوعى. لا لا هوايه الصيد. هوايه الصيد. رح نتابع نحن وياكم مشاهدينا حلقتنا، ولكن بعد الفصل الاعلاني.